ماونتن فيو في التجمع الخامس ومشروع التجمع الخامس اللي هو الاي سيتي ده اللي لسه احنا شغالين فيه في الكونستراكشن بتاعه في المرحله دي بطريقه هيفي جدا. بدانا جامد جدا خدنا وقت بنوضب المشروع عشان زي ما حضرتك عارفه انه على جزر وفي مناسيب كتيره وفي ليفلنج في 4 ليفل موجودين فقعدنا اشتغلنا كتير في ضبط الارض وضبط المناسيب بتاعه الارض الحمد لله نجحنا اننا خلصنا ده وحاليا شغالين بقى في المشروع بكثافه لان الارض كده بقت مظبوطه مع الموضوع اللي بنتكلم فيه داخلين بقى دلوقتي جامد جدا في الكونستراكشن بتاعه عشان نطلع. قلتوا ان حجم الاستثمارات الاي سي تي التجمع كان كام؟ كان ما بين 3-4 مليار دولار. تمام. يعني هل زادت الفتره دي؟ اكيد زادت لان بعد الديفالويشن الاسعار زادت في حدود كام مثلا؟ يعني هيوصل تقريبا ما بين 4-5 مليار، يعني الزياده تقريبا حوالي 30-40%. 30-40% ده اللي حصل زياده من ده لده. انتوا كنتوا بعتوا منه قد ايه؟ احنا الحقيقه طبعا جالنا زي ما حضرتك عارفه الافتتاح الغير عادي. احنا في الافتتاح ده احنا المرحله اللي نزلناها كله من المشروع 80 فدان. وكنا بعنا في الافتتاح الكبير قوي منه لا يزيد عن 30 فدان. ثم بعنا بعد كده لكن طبعا كان عندنا ممكن نبيع المشروع كله في نفس اليوم لكن احنا زي ما قلنا كده احنا بنبيع فيزنج لكل حاجه وبناخدها مرحله فاحنا خدنا مرحله 30 فدان ثم خدنا مرحله تانية 30 فدان برضو خلصت فمن ال 80 فدان خلص مبيعات 60 فدان وناقص 20 فدان هيكون اخر جزيره هتكون في المشروع زي ما حضرتك عارفه المشروع عباره عن جزر كل جزيره لوحدها كباري منفصله عشان العربيات وفاصله عليها اخر جزيره وهي احلى جزيره هي اللي ان شاء الله هتنزل في شهر رمضان للببيع دي اخر جزيره في الكومباوند عندنا ال 80 فدان دول متقسمين 8 جزر 6 جزر اتباع 7 جزر اتباعوا بالكامل ودي اخر جزيره هتنزل جزيره عمارات وجزيره فيلات مفصولين لبعضها في اي سيتي.